برنامج أسبوع موتو 2-3 حيطلع كل أسبوع يوم الأحد. حنحكي فيها عن أخبار بالسيارات، قصص بتضحك كتير وقصص غريبة ما عمكم سمعتوها. ريد بول هم أبطال هذا الموسم، هوندا قاعدة عم تسبق الفراري، هذا شيء بس بصير بعالم الفورمولا 1. بس فهموني ليش الشباب لما يضيعوا بالطريق بطفوا الأغاني؟ كاردي بي مش بس ما بتعرف تسوق، أصلاً ما عندها الرخصة. معي أنا جوانا برقان، لا تنسوا تضلكم تتابعونا كل أسبوع، اعملوا سبسكرايب على موتور 2-3 شانل على اليوتيوب.